الناس. مدى مسؤوليتنا احنا كمصر عن اهالينا في غزه؟ احنا ليه علينا مسؤوليه؟ يعني هل احنا شايفين ان والله احنا بنقول ايه؟ بنتبناهم، بنساعدهم، ده عبء لو احنا شلناه يبقى شلناه عن اسرائيل؟ ما هو انت عارف في يوم من الايام جت اسرائيل سابت غزه وقالت لك خدوه، احنا مالنا؟ ده قنبله. واسرائيل كانت في منتهى الذكاء انها سابت غزه قالت اتفضلوا، وراحت سحبت مكان غزه تحت ايدهم. انت فاهم ان غزه قنبله موقوته، تفكر 2 مليون ما لهمش حاجه قاعدين معاك. فالمهم من هنا بدات بقى حماس من قطر. وذلك احنا ليه متضايقين من قطر؟ واحد يقول لك انتوا حاطين قطر في خوكوا ليه؟ هي اللي عامله كل الاساس ده يا معتز. انت فاهم؟ بتدفع لهم وعشان تجامل قطر بتدي للناس اللي هم دول الفلوس. النهارده لما واحد كان الفتره اللي فاتت من الناس بتوع الارهابيين اللي في العريش او بيتعور، بيروح فين؟ بيتعالج في غزه، في الانفاق بيروح يتعالج. انت فاهم؟ يعني احنا مثلا ممكن تكون عمليه عسكريه او شرطيه مصريه، في حد انجرح من الارهابيين بيروح يتعالج في غزه ويرجع، في غزه ويرجع ويروح ويجي، كانت الدنيا مفتوحه. ولذلك النهارده طبعا الاجهزه الامنيه عملت اتصال كويس بحماس وبدات الامور يعني تبقى كويسه. وهيفتحوا مكتب لهم في مصر. تلاقي ناس الاسبوع اللي فات يقول لك ازاي؟ ما انت لازم تلم الدنيا. انت فاهم؟ ما السياسه كده، هي لعبه المخاطر، هي لعبه الصديق، عدو الامس بيبقى صديق اليوم.